Fifty languages. Twenty-four. Arba'un wa'ishroon. Arba'a wa'ishroon. Appointment. Al-mawa'eed. Al-mawa'eed. Did you miss the bus? Hal qad al-bass li'taw? الحافله هل قد فاتك الباص I waited for you for half an hour لقد انتظرتك للتو نصف ساعه لقد انتظرتك نصف ساعه Don't you have a cell phone with you الا يوجد معك هاتف جوال لا يوجد معك هاتف جوال Be punctual next time. كن دقيقا في المره القادمه كن دقيقا في المره القادمه Take a taxi next time خذ سياره اجره في المره القادمه خذ سياره اجره في المره القادمه Take an umbrella with you next time خذ معك مظله مطر في المره القادمه خذ معك مظله مطر في المره القادمه I have the day off tomorrow غدا عندي عطله غدا عندي عطله shall we meet tomorrow هل سنلتقي غدا هل سنلتقي غدا؟ I'm sorry, I can't make it tomorrow. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. Do you already have plans for this weekend? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Or do you already have an appointment? أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ ميت أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. اقترح ان نلتقي في عطله نهايه الاسبوع Shall we have a picnic هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه Shall we go to the beach? هل نسافر الى الشاطئ هل نسافر الى الشاطئ Shall we go to the mountains? هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ I will pick you up at the office. سأخذك من المكتب. سأخذك من المكتب. I will pick you up at home. سأخذك من المنزل. سأخذك من المنزل. I will pick you up at the bus stop. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.